باسم الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962. والجمهورية هي جمهورية الشعب والدولة هي دولة الشعب. متآخٍ متحد إنها الوحدة الخالدة الطبيعية التي اجتمعت فيها إرادة الله وإرادة الشعب جميعاً.